في تصرفات كتير بنعملها غلط اليومين دول عشان القلق اللي احنا فيه. التصرفات دي ليها علاقة بالموبايل نفسه اللي ممكن ينقلك العدوى بعد الشر يعني، او ممكن وانت بتعقمه تبوظه اصلا. فعملنا لكم فيديو بسيط بيوضح ازاي تتعامل في الظروف الصعبة اللي احنا فيها باقل الخسائر. بس زي ما انت متعود اعمل لايك للفيديو ويلا بينا نبدأ فيديو جديد على موبايل. قبل اي حاجة لازم بقى تيجي على نفسك اليومين دول معلش، وكل شوية تغسل ايدك بالمية والصابون لمدة 20 ثانية بالطريقة الصح اللي انت شايفها دلوقتي. طبعا انا عارف ان انت صدعت من كتر ما الناس بتقولك اغسل ايدك بالمية والصابون، بس يعني ده علشان مصلحتك، لان دي اسهل وارخص واسرع طريقة تطهر بيها ايدك علشان تبقاش ايدك دي هي السبب في نقل العدوى. طبعا لو فانت بره ومفيش ميه وصابون يبقى الكحول في جيبك، هو غالي شويه اليومين دول بس حاول تدور عليه. وكل شويه كده ايه، لو لمست سطح حاجه، فتحت باب ميكروباص، دخلت مترو، مسكت حديده، تعقم ايدك كده على طول ايه بالكحول اول باول، وتدعك ايدك كويس بالكحول مش مجرد ان انت ترش وخلاص. خلصنا من الايد. في موضه بقى طالعه دلوقتي وهي الجوانتيات والكمامات. انا مش هتكلم معاكم في انك تستخدمها امتى وليه، لان دي ليها ناس تانية تتكلم فيها احسن مني، انما انا هكلمك في حتة استخدام الموبايل وانت لابس الجوانتي في ايدك. اول مشكلة هتقابلك وهي البصمة. الموبايل اللي في ايدي دلوقتي الاوبو رينو 2 البصمة في الشاشة، تشتغل عادي مع الجوانتي لو الجوانتي على مقاس صباعك بالظبط، انما يعني لو الجوانتي مش على مقاس صباعك بالظبط هتحس ان البصمه ساعات بتعلق. ولو انت اصلا موبايلك البصمه علقت مع الجوانتي وانت لابس الجوانتي وعايز تفتحه بالبصمه، فبلاش بعد اذنك كل شويه تشيل الجوانتي عشان تحط صباعك على البصمه. انت كده ما بتعملش حاجه وبتخلي الجوانتي يبقى ملوش لازمه. الصح في الفتره دي انك تعتمد على طريقتين، الاولى والاسرع والاسهل انك تكتب الباسورد او تفتح بالباترن، تمام. الثانيه هي الفيس انلوك اللي برضو مش هيشتغل لو انت بتلبس كمامة، وبلاش برضو كل شوية ترفع الكمامة من على وشك بايدك اللي فيها جوانتي واللي احتمال يبقى فيها الفيروس عشان تخلي الموبايل يفتح وترجع الكمامة تاني. انت كده ما بتعملش حاجة، اقلع الكمامة احسن. معلش نستحمل كده ايه سوا اليومين دول. ندخل بقى على الموبايل نفسه، ودي اهم نقطة في الموضوع اللي انا حابب اكلمكم فيه. انا شايف ناس كتيره جدا خلاص بقى اللي هو ايه جالهم هس الكحول، وكل شويه يمسك الكحول يروح راشش على موبايله بطريقه بشعه. انت كده حرفيا ماشي بالطهاره وكل حاجه، بس المشكله ان رش الكحول ده ممكن يدخل جوه جسم الموبايل ويسبب تلف في الاجزاء الداخليه بتاعته، وطبعا هيكلفك بقى تصليح وكلام ده. فانت يعني احنا اليومين دول بنحاول نقلل مصاريفنا، فيعني بلاش ندخل نفسنا في الدوامه دي. طيب ايه الحل او ايه الطريقه السليمه اللي انت تعقم بيها موبايلك؟ اول حاجه تنظف السطح اللي انت اصلا بتحط عليه موبايلك او بتعقم عليه موبايلك، لان هو اساسا انت ممكن يبقى السطح ده عليه حاجه وانت عقمت عليه موبايلك يا فرحتي وحطيته على موبايل تاني فالتعقيم راح. فرقم واحد تعقم السطح كويس. هتجيب بقى فوطه مايكرو فايبر اللي هي ما بتخربش الموبايل، لو ما لقيتهاش قطنه كفايه خالص. هتعمل ايه بقى؟ هتاخد الكحول وترش على الفوطه او على القطنه كحول كتير لحد ما تتشبع كده بالكحول، وعلى طول كده بسرعه تروح ماسح بيها الموبايل مسحه كده ايه محترمه، وتاخد الموبايل تحطه على السطح اللي انت عقمته لحد ما الموبايل ينشف وكحول يتطهر من عليه. كده الموبايل بقى متعقم وتمام وتعرف تستخدمه. والكلام ده يسري برضو على الشاحن بتاعك، وصلت الشاحن، الساعه السمارت او الساعه العاديه، والسماعه البلوتوث او السماعه العاديه، كل الحاجات دي. كده انت عقمت حاجتك الشخصيه. يا ريت بقى اليومين دول ما نستخدمش موبايلات بعض، تاخد بقى موبايل صاحبك اللي هو كان لسه جاي من الشارع بيعمل مكالمه، تروح انت واخد منه الموبايل تكمل وراه المكالمه. الله اعلم بقى انت حتى لو لابس جوانتي في ايدك ممكن تبقى ايدك نقلت الفيروس على الشاحن، اللي هو بعد كده انت واحد تاني مش لابس جوانتي حط ايده على الشاحن. هتدخل نفسك في سيناريوهات كتير قوي انت في غنى عنها. اليومين دول يا ريت كل واحد يخليه في حاجته الشخصيه يبقى هو المسؤول عن تعقيمها طول ما هو خرج من المكان اللي الحاجه دي كانت فيه، او حد جه مسكها، او انت خرجت نفسك بره مكتبك، بره مكان شغلك، بره بيتك، ترجع تعقم نفسك انت قبل ما تتعامل مع الحاجات اللي هي موجودة في البيت.
ولو الحاجات دي بتخرج معاك يبقى وانت بتدخلها تعقمها معاك كده ان شاء الله مفيش اي مشكلة. وطبعا يعني خلاص لو هتموت بقى وتستخدم موبايل حد فتتأكد ان هو متعقم. وفي برضو وايبس طبية حجمها صغير جدا موجودة في الصيدليات وفيها نسبة كحول محترمة، تقدر برضو تخليها في جيبك معاك لو انت مثلا برا البيت او في الشغل او في المواصلات او في اي حاجة، تطلعها من جيبك وتفتحها وتعقم موبايلك على طول برضو من غير ما يكون معك ازازة كحول وفوطة مايكرو فايبر وقطنة والكلام ده كله. الوايبس اللي فيه كحول ده بينجز معك الدنيا على طول، او تخليه مثلا يفتح لك السبيكر من بعيد لبعيد، ونبعد كده عن بعض يا جماعة متر ولا حاجة كده، يعني ملاش بقى بتلزيق والكلام ده. بس كده ده كان فيديو توعية بسيط كده بنحاول نوعيك فيه بطريقتنا، والفيديو ده برعاية شركة اوبو بالتعاون مع موبيزل. احنا عايزين الناس تحافظ على صحتها وفي نفس الوقت ما تبوظش موبايلاتها عشان الدنيا مش مستحملة زي ما انتوا عارفين اليومين دول. اتمنى يكون الفيديو فاتكم حاجة والفيديو عجبكم، اعمل لايك لو معادش اقول الفيديو، واكتب كومنت وقولنا بتتعامل ازاي اليومين دول، هل انت فعلا بتتبع التعليمات ولا لا، وياريت لو ما بتتبعهاش تاخد بالك لان الموضوع ممكن يكبر مرة واحدة وان شاء الله ما يكبرش. وبس كده ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب في قناة موبيزل وتفعل الجرس علشان تشوف مراجعات جديدة للموبايلات اول باول.